باس. مرحبا، اضغط هنا للاشتراك. انا احب المرجان. لا 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 لا. توقف، ممنوع أخذ المرجان. أوه لا، إنه الشرطي القرش، يجب أن أذهب. توقف 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 مكانك، توقف 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 توقف. لكن ماذا حل بي؟ أنا أشعر بالسوء. كاكا، ما هي الحالة الطارئة؟ قرش نوع من السمك، هو شرطي المحيط، إنه بارع في مطاردة الأشرار. المجرمون كلهم يخافون منه، لكنه وجد صعوبة في التنفس وهو يطارد ذئبا الآن. إنه يحتاج إلى مساعدتكما. سنهتم بالأمر، فريق الإنقاذ الخارق فلننطلق. ما بي اليوم؟ أين هو فريق الإنقاذ الخارق؟ هكذا وصل أخيرا. أيها الشرطي القرش، ماذا حصل؟ كنت أطارد شريراً أخذ كل المرجان، وإذ بي أشعر بصعوبة في التنفس. أيها الشرطي، هل تتوقف قليلاً لكي نفحصك؟ لكن لا يمكنني التوقف. لماذا؟ دعني أفحصه. على الشرطي القرش أن يستمر في السباحة لتمر المياه عبر خياشيمه فيحصل على الأكسجين ليتنفس. إذا توقف عن السباحة قد تكون حياته في خطر. قلت في خطر؟ لا تقلق أيها الشرطي، سأقوم الآن بفحصك. إليكما النتيجة، خياشيم الشرطي القرش مجروحة، لذا يجد صعوبة في التنفس. لقد فهمت، سوف أعالجه في الحال. ميوميو، لقد وجدت الجرح. خدش المرجان خياشيم الشرطي القرش وما زال عالقا في داخلها. لابد من أنها كانت في المياه وهو يتنفس. ها
هذا هو الجرح إذن، سأعالج له الجرح في الحال. مسدس الحبل الخارق. هاي. لا، يجب أن أسرع. المعجة الضوئية. كيف جرت الأمور كيكي؟ أتممت المهمة. أها، شكراً يا صديقاي، أستطيع الآن التنفس بسهولة. أنا مفعم بالنشاط وأنا مستعد لمطاردة ذلك الشرير في الحال. كان يجب أن أمسك به. لا تقلق أيها الشرطي، سوف نساعدك. هذا مدهش، انظر إلى هذا. ها هو، إنه هناك. ياهو. لن يتمكن أحد من الإمساك بي. أولا. توقف مكانك. توقف. وداعا. أولا، يجب أن أدخل إلى هنا. أوجدت شيئاً أيها الشرطي؟ يتمتع القرش بحاسة شم قوية، سيجد حتماً الذئب إذا كان لا يزال هنا. لا مكان تذهب إليه. توقف مكانك. أمسكت بك. كيكي، ماذا يجب أن نفعل؟ النجدة، النجدة. سوف أتصل بالمقر الرئيسي. كاكا، نحن الآن في ورطة، فلترسل رودولف إلينا بأسرع وقت ممكن. تلقيتك رودولف، يحتاج كيكي إلى مساعدتك، أرجوك استعد واذهب إليه في الحال. حاضر، رودولف مستعد لأي تحد في البحر. لقد وصلت. اسمع، نحتاج إليك لتقص ذلك الشيء وتنقذ الشرطي القرش والذئب. طبعا. رائع، أنا حر، لن يمسك بي أحد الآن. Oh! Oh! Yeah!
القسوة. كيكي، نحن بخير. شكرا لمساعدتكم يا أصدقاء. يا فريق الإنقاذ الخارق، أنتم بارعون بالفعل. وأنت بارع أيضا في الإمساك بالأشرار في كل مكان. لن أفعل هذا مجددا. إلى اللقاء. فريق الإنقاذ الخارق يقيدك في الآن. سيدي، هل سيأتي إلى هنا نجم مشهور؟ مشهور؟ إنه سارق، كان يقوم بعمليات سرقة. إنه شرير، إذن سأساعد على الإمساك به إذا رأيته. اسمع أيها الصغير، إن رأيت شريرا اتصل بالشرطة. لمن تلك السيارة؟ إنه يضع قناعا. لا، السارق يسرق منزل رودولف. اسمع أيها الصغير، إذا رأيت شريرا اتصل بالشرطة. سيدي، رأيت السارق في منزل رودولف. ماذا؟ سأصل إلى هناك بعد 5 دقائق. لا أستطيع تركه يرحل قبل مجيء الشرطة. عندي فكرة. علكة. سأحتجزك في الداخل كي لا تتمكن من الهرب. لقد خرج. دس عليها. لا، لم يدس عليها. أجل، أوقعت به. لا يمكنك الآن الهروب. لا، عجبا، هذا مستحيل. سأدس عليها. لقد علقت. هذا مؤلم. لم تنجح خطتي، يجب علي أن أجد طريقة أخرى. عندي فكرة. زيت الطهو. انزلق على الأرض. ما هذا؟ لما يوجد على الأرض زيت؟ هذا ممتع. ماذا يجب أن أفعل؟ سوف يسرق كل شيء من منزل رودولف. فلفل أسود. إذا شمه لن يتوقف عن العطس والبكاء، عندها لن يسرق أي شيء. من المزعج أن أصاب بالزكام. هذه الرائحة، هذه فلفل. لا يهم، لقد فتح ثغرة أنفي. لم يتبقى إلا طاولة واحدة.
لا، لما لم تأتي الشرطة حتى الآن؟ سيدي يجب أن تسرع، سيهرب السارق في أي لحظة. سأصل في الحال. سأحتجزه في المنزل، أرجوك فلتأتي إلى هنا بسرعة. سأفعل، انتبه. لن أتركك تغادر المنزل. قف. لا يمكنك الهروب الآن. لا. ما خبو ذلك الباب، كان يعمل جيدا من قبل. انهيت كل شيء. مرحبا أيها الشرطي. لا تقلق، سأهتم أنا بالسارق. السارق؟ لن تذهب إلى أي مكان. مهلا، لما أنت هنا؟ هل أنت سارق؟ سيدي، لابد من وجود خطأ، أنا لست سارق بل هو. هانك، هل هذا أنت؟ طبعا هذا أنا، ماذا يجري؟ هانك سيدي، ماذا يجري هنا أيها الشرطي؟ تلقيت اتصالا بأن سارقا يسرق منزله. لست أنا بل إنه هانك. سارق أغير منزلي، فطلبت المساعدة من هانك لأنه قوي. فهمت، ظننت أن سارقا يسرق لك منزلك. ماذا قلت؟ أتخالني سارقا؟ أكنت أنت من وضع العلكة والزيت والفلفل على الأرض؟ أنا آسف. لأكن صريحا، لقد ساعدتني على نقل الأشياء. علي أن أشكرك على هذا. يعني هذا أنني ساعدت بدوري. أيها الأطفال، ماذا تريدون لنزهة الغد؟ فراولة، موز، زلابية كبيرة، شوكولاتة. أريد السمك. أحب كل هذه الأطايب، أريدها كلها. حسناً، لننطلق الآن بعربة التسوق. صلصة الطماطم أو صلصة الصويا؟ أم علي اختيار الصلصة الحارة؟ أبي، أي صلصة أختار؟ أبي، كيكي، ميو ميو، أين أنتم؟ دعوني أرى ماذا اشتريتم كلكم. رودولف، هل أحضرت علبة السمك المفضلة لدي؟ رودولف، أين أنت؟ رودولف مفقود. رودولف، أين أنت؟ رودولف، أين رودولف؟ ابقوا إلى جانبي كلكم، لا تبتعدوا ولا ضاع أحد آخر. يا لحظنا، رودولف يبحث يائسا عنا. ها هو أبي. أبي، ظننتني أضعتك. يا بني، أنا لست والدك. أنا آسف، ارتكبت غلطة. ولكن أبي، أين أنت يا ترى؟ لا تنسوا رقم هاتف والديكم إذا ضعتم. ابقوا هادئين وابحثوا عن حارس الأمن واطلبوا منه المساعدة عندها. مرحبا بني، هل أنت وحدك؟ هل انفصلت عن والديك؟ لقد أضعت أبي، لا يمكنني إيجاده.
ما هو اسمك بني؟ رودولف. رودولف، أتعرف رقم هاتف والدك؟ أجل، 1-8-1-2-0-8-2-1-8-5-8. ميوميو، هيا فلنطلب من دودو إيجاد رودولف. فكرة جيدة. مرحبا أبي، هذا أنا رودولف. رودولف، إنه رودولف. أين أنت الآن؟ أنا إلى جانبي طاولة أبي. طاولة؟ ماذا ترى أيضا؟ أرى أيضا حارس أمن. رودولف، أعطه الهاتف، دعني أتحدث إلى حارس الأمن. حسنا. مرحبا سيدي، أنا وابنك عند مدخل السوبر ماركت. انظر، هذا رودولف. أبي أبي أبي. رودولف، لا بأس الآن، لا تبتعد عني في المرة المقبلة لو سمحت. شكرا جزيلا لك رودولف، أشكر حارس الأمن. شكرا سيدي. أهلا وسهلا بك رودولف، لقد أبليت حسنا، قد بقيت هادئا وجئت إلي للمساعدة، وتذكرت رقم هاتف والدك. اسمعوا يا أطفال، إذا انفصلتم عن والدكم أو والدتكم، ابحثوا فورا عن حارس الأمن، واحفظوا غيبا رقم هاتف والدكم ووالدتكم.